السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطاقة جمركية كابرس 86، لسه بطاقة جمركية. هذا عرضنا لهذا اليوم موديل 86، تو واصل من أمريكا ما شاء الله تبارك الله، ومعروض للبيع. صبغ الوكالة وداخلية الوكالة. الآن أوريكم جميع أجزاء الموتر من فوق وتحت وماكينة من إلى، ما شاء الله تبارك الله. ها وين محبين الكابرس؟ هذا الاستخدام الأمريكي. ها ما شاء الله تبارك الله. نقرب لكم البادي الحين. هذه ملاحظات الخط الأبيض، بس هذا صبغ الوكالة، وتقدر تجي وتفحص وتتأكد بنفسك. طقم كفرات جديد. هنا ملاحظة بسيطة في البدي، طبعا لم نعمل له التلميع، خليناه زي ما هو ما شاء الله تبارك الله. هنا الكرومات زي ما انتم شايفين، علاماته موجودة. هنا ملاحظة في الصدام الخلفي، هذا نوريكم كل الملاحظات الموجودة. تبغى شيء على قولتهم توه واصل، لو يستخدم هذا هو موجود ما شاء الله تبارك الله. هذه الداخلية هنا طبعا قزاز كهرب، هذا الموتر من هنا، جميع معلوماته، لا يوجد صدى. الفرش هنا فرش الوكالة، هنا أسفل الموتر لا يوجد صدى نهائيا. يعني كما عودناكم نعرض لكم جميع أجزاء الموتر. طبلون الداشبورد لا يوجد أي كسور. هذا الممشى زي ما هو موضح لكم. السيت كذلك لا يوجد أي استهلاك زي ما انتم شايفين. طبعا هذه داخلية الوكالة، ما عليه أي إضافات أو أي تعديل. هنا الفرش، شوف الفرش كيف ما شاء الله تبارك. شوف التخشيبة هنا، وهذه البطاقة الجمركية. وعندكم كذلك أجزاء الموتر من هنا، مكيف شغال، الكتالوجات تبع الموتر، موديل 86، استكر حق الوكالة، كل أوراق من الوكالة موجودة. 86 هذا الموديل المظلوم اللي هو جميل. وكذلك مرغوب ماكينة 305 جير 700. شغل لكم الموتر ما شاء الله تبارك الله. موديل 86. بقاعدة الخلفية هذا موجود عندنا في جدة، تو واصل من أمريكا. أوريكم الكبوت، الإنجن، أوريكم الواجهة الأمامية، الشبك. طبعا لو جاء تلميع راح يوضح لكم الموتر، بس لم يلمع أبدا. هذه الماكينة 305 8 سلندر جيت 700. .0 لتر. الآن أوريكم أسفل الموتر إن شاء الله والشنطة. أقفل لكم الباب الحين أوريكم الموتر. صح يمديك تقفل يا محمود، يمديك تقفل السيارة سويتش. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. هذا الموتر بالكامل، أبغاكم يوضح لكم كل شيء.
لون رصاصي فيراني اللي تحبوا تسموه. كروماته جميلة كذلك. شو الكرومات؟ هذا الصبغ من هنا يعني لو تلمع أتوقع يطلع أحسن. شوف الربلات الأمامية، شوف كيف هذا الموتر من أسفل. علامته تجي هنا في البودي، لاحظة بسيطة.